السلام عليكم، مرحبا يا شباب، كيفكم؟ اللمبة السيري، دائما عم نسأل نفس السؤال. اللمبة السيري عندك هون مصدر، نعتبر هاي البطارية، هذا سالب هذا موجب. هاي البطارية سالب موجب، او نفرض عندك تيار متناوب 220 فولت، اذا كان هون 12 فولت هون عندنا 220 فولت، عندنا خط سالب زائد خط موجب. كيف مثلا بدنا نشتغل او نشغل جهاز عن طريق اللمبة السيري اذا كان في شورت؟ ما نزيد الاعطال، فبدل ما العناصر اللي عامله شورت انه تضرب غيرها، فاللمبة هاي راح تشتغل. اللمبة راح تشتغل لو نفرض انه عندنا هذا جهاز، اللمبة هي عبارة عن جهاز، احد الاطراف اللمبة السيري وين ما بدك ركب سالب على الموجب ما في مشكلة، وبدي اوصل انا الطرف الثاني هيك، بهالطريقة هاي اشتغلت اللمبة. لو انا هلق بدي افحصها لللمبة مثلا على السيري، نفرض انه في شورت، اذا كان في شورت هون بهذا الجهاز ما راح يصير شيء هون ابدا، هون هاي اللمبة راح تشتغل. لمبة 12 فولت، اذا عندك الجهاز 24 فولت بتجيب لمبة 24. طبعا اللمبة الامبير تبعها ما بنحسن نقول مثلا هاي اللمبة كم امبير، بنقول قديش استطاعتها، كم واط، قديش الواط اللي فيها، وبتقسمه على الجهد بيطلع معك كم امبير بمر من خلال هاي اللمبة. مثلا لو نفرض انه هاي اللمبة بتمرر تيار مثلا نص امبير، هي بتشتغل على نص امبير، لو كان الجهاز حمله أكثر من نص أمبير فراح اللمبة هاي تنور وتشتغل. فمعناته إذا كان في شورت، مثلا عندنا جهاز رافع جهد بيشتغل على 1 أمبير، 3/4 الأمبير، وحطينا لمبة مثلا 1 أمبير، 1.5 أمبير، بده 1.5 أمبير لحتى تشتغل. هيك لحد الآن الأمور واضحة. ف1.5 أمبير اللمبة، الجهاز 1 أمبير بيشغله، فاللمبة قادرة أنه تمرر التيار 1 أمبير وتشغل الجهاز. لو كان الحمل على الجهاز أكثر من 1.5، 2، 3 أمبير فمباشرة راح تشتغل اللمبة وما راح يصير على الجهاز أي مشكلة. يعني عندك هون جهاز بيشتغل على 12، وهذا السلك وهذا 2. نفرض احد الاسلاك وصلنا مباشرة، السلك الثاني نفرض انه موصول، كيف الطريقة لنركب لمبة سيري عليه؟ بنقطعه لهذا السلك ومنجيب اللمبة، نثبت سلك هون والسلك الثاني هون، هيك هاي هي الطريقة. ونفس الطريقة لل 220 فولت جهد عالي، هذا جهاز يشتغل على 220 فولت،
هاي مداخله. كمان نقطة أحد الأسلاك وبنوصل. مثلا إذا أنت عم تشتغل بالشواحن لمبة 100 واط كافي، لمبة عادية من القديمات، اللمبة السلك في داخلها سلك. طبعا هذا الكلام ما بينطبق غير على اللمبة السلك، إذا بدك تعملها لمبة سيري ما بينطبق غير على اللمبة السلك. كمان نفس العملية، هاي اللمبة ما أنا شاطر برسم كثير، أحد الأطراف لهون والطرف الثاني هون بهالشكل هذا. كيف أنت بقى تحب تطور هالفكرة بإمكانك تطورها. أنا عامل هيك علبي وطاقات، ويعني مشان يصير العملية سهلة، وما أخذ سلكين مباشرة، بربط على أي جهاز مثلا هذا الـ 12 الـ 220. كمان عنده شيء جاهز، وعنده مثلا هذول سلكين للمبة. ها هي الطريقة. طبعا لحتى تعرف قديش انت محتاج الجهاز، اي جهاز مثلا له قدرة او استطاعة، القدرة او الاستطاعة هي بالواط W، الاستطاعة على الجهد V، هاي الاستطاعة على الجهد الفولت يساوي I A أمبير. تمام تمام. I أو حرف الA بالإنجليزي هو الأمبير، يعني W على V يساوي I، هو نفسه الأمبير. فأنت بتعرف مثلا عندك استطاعة 24 20 24 مثلا، على 24 20 24 جهاز 24 واط والجهة تبعه 24 فولت يساوي 1 أمبير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. رجعنا إيمان. فهيك هذا القانون، هذا القانون نستخدمه لحتى نعرف مثلا عندك رافع جهد بيسحب 1 أمبير. فهون انت بهالطريقة هاي صرت تعرف قيمة اللمبة اللي بدك تستخدمها، تعرف اللمبة كم واط. يعني انا عندي اكثر من لمبة، كل وحدة لها استطاعة شكل تختلف عن الثاني. طبعا بإمكانك مثلا توصل نفس اللمبة على النقطتين هذول، فبتشغل انت طاقتين باللمبة، هاي لها طاقتين، وحدة 5 واط يمكن والثانية هاي 21 على 5، وحدة 21 واط احدى الطاقات والثاني 5 واط، لو جمعناه بيطلعوا 26 واط على 12، يعني تتحمل لشيء تقريبا 2 أمبير إذا ما أخطأت أنا بالحساب بالتقسيم. طبعا هيك بتمنى أن يكون وصلت الفكرة. وهي هي رسمة اللمبة السيري. كمان لمبة 12 هاي 12 فولت 20 واط خليها، هاي بكيفك انت حسب الأجهزة انت تشتغل فيها. 220 فولت 100 واط. تمام 100 واط. لو عندك أجهزة مثلا ما بتسحب
التيار بإمكانك تجيب أقل 50 واط أو 25، لأنه 100 واط راح تمرر نص أمبير، راح تمرر 100 واط راح تمرر 45، يعني 450 ملي أمبير، تمام؟ فعلى بعض أجهزة كأنك ما أنك حاطط سيري إلا على الشورت تشتغل، غير الشورت راح تحرق كل شيء بعدها. فمننتبه لهالملاحظة هاي ولهالموضوع، وهيك بكون إن شاء الله وصلت المعلومة. والسلام عليكم ورحمة الله.